نحن إدارة أهلية من ولاية شمال دارفور. الاسم شرتاي آدم صبي التجان الطيب، شرتاي كرنوي بمحلية كرنوي الزغاوة. نحن جينا أتينا هنا نستشعر هذا السلام الذي أتى بتوقيع جوبا، وجاءت بحركات المسلحة وقوع هذا السلام بمجهود أبناءنا في مجلس القيادة، مجلس السيادة، وأيضا مجلس الوزراء الذين اتحدوا واجتهدوا لتنزيل هذا السلام بأرض الواقع. ونحن كإدارة أهلية أسعد الناس في هذا السلام. ثانيا، هنالك اضطرابات أمنية في دارفور، سواء كان في الجنينة أو في سرع عمر أو في سريف بن حسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتوي هذه المشاكل وينتهي هذا الحرب وتنتهي هذا السلام، ونتمنى أن يكون في تضامن بين الحركات المسلحة التي أتوا للسلام وبين الحكومة الآن اللي يرغب هذا السلام، ليتم هذا السلام، وخاصة الترتيبات الأمنية التي وقعت عليها هذه الطرفان. ولذلك نحن مشتاقين للسلام والترتيب البيت من الداخل في السودان، ونتمنى أخواننا الذين لم يحضروا للسلام، لم أتوا للسلام جوبا، أيضا يأتوا للسلام جوبا للتوقيع لاتفاقية السلام في السودان، عشان ما تنعم السودان بسلام وأمن واستقرار بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء، سواء كان البلاء أمني أو بلاء الغلاء في المعيشة.